السريانية للقرآن مع أبونا دانيال شمعون صاحب كتاب القواعد الأشورية المعاصرة. سنكمل اليوم قراءة سورة الكهف الآية 19. أشارككم الصفحة حتى تستطيعوا متابعة ما نقوله. وضح لك بان الصفحة حلو جدا. طيب هنا يظهر عليها عند عدة مشاكل. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قل قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم. عندي مشكلة في الفأرة هنا. فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. هو صاحبنا يظهر أنه قرأ بدل بورقكم برزقكم برزقكم، ما بعرف ليه. على كل نقود يعني، أيوة هيك بهذا المعنى. هو قال إنه كان عندهم لا يزال أكل للشير. يقول هناك أسطورة يهودية نبي نام 66 سنة ولما قام وجد كل أكل وجد أكل قم هو هنا. طيب حنا نترك هذه ورقكم هذه إلى المدينة. ليش هذه أصلا؟ ليش مؤنث؟ هو يقول هذه سريانيا، لا فرق بين الهاء والألف. ممكن هذا ما بعرفش صحيح كلامه. نعم قلت لك هي الظاهر كل الهاء الأخيرة يعني أكثرية الهاء الأخيرة بالكوفي هي أليف السريانية، أو أن الألف السريانية الأخيرة كتبوها بالهاء المدورة. أيوة 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 ظاهر هيك. فهذا أيوة. إلى المدينة يرقكم هذا. أيوة ما في شيء خاص. نعم. برزقكم هاتكم برزق سباب يتلطف يتلطف يتعطف. هو يفهم يتعطف. لماذا يتعطف يتلطف يتلطف؟ هل السرياني هاي مش ممكن ترفض عين؟ لا هي ألف ألف ليتلطف ألف. أوكي يعني مش ضرورة كل مرة نروح نكتب الأحرف إذا لا. كانت واضحة إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم أو ولن تفلحوا إذا أبدا. يظهر معناته يتغلب عامة، بس هو قال يظهر عليكم. هو فهم بمعنى تحر من السريان جلا يطلع اكتشفوا وضعكم. هكذا هو يظهر عليكم. عليكم أيوة. طيب أنا حشوف إزاي هم فهموها. نشوف هذا يظهر عليكم لأنه ظهر على فلان بالعربي عامة تعني انتصر على. على كل لا حنشوف شو يقولوا. يظهر عليكم
يغلبوكم يغلبوكم كمان. طيب على طيب هنا يظهر يظهر العام الأهراف التوبة الكهف ظاهرة يظهر عليكم وسطا. هنا شو الآية 20 هاي؟ ليش هيك ليش هيك ليش هيك يا رب؟ يظهر عليكم يرجمكم. أنا حنشوف الكلمة يرجمكم لأنه يظهر إنه مشكلة البحث في إلا تطرح على الآية بالذات. يرجمكم أيوة يظهر عليكم. أنا أشوف يظهر هنا. أها هو فهم فهم فهمه هم يعلم بمكانكم. حلو. يكتشف وضعكم. نعم يكتشف هو. هم فهمت كذلك. أنا أشوف إزاي أنا ترجمتها. نعم. أنا إزاي ترجمتها هي الصورة أبونا 89 فانت 89 لا 69 69 فانت 69 20 69 20 ما أدري 26 20 طيب 20 si jamais il vous surmontait il vous lapiderait يعني انتصر عليكم. أنا فهمت بانتصر عليكم. شوف بعدين جاء تفسير آخر يطلع عليكم أو يغلبوكم. فيعني المعنيين. يغلبوكم هنا الميسر فهم يطلع عليكم. طيب منيح. إذا أنا أظهر عليكم حرفيا مسجلة اكتشفوا وضعكم هنا هكتبها هكتبها يطلع عليكم أو يغلبوه أو يغلبوكم يظهر عليكم أو شو هذا شوف أبونا شوف شروحات أخرى يرجموكم هو فيما يرعموكم يعني يخاصموكم يعني يعني لابد إنه يعني نغير هنا المشكلة. أنا يعني أش مشكلة أو نحذفها أو بشرط تعني التفضيل. أها أو يعني هنا إلا أو يعيدوك واضح. أنا عندي واضح لا تحتاج إلى كل هذا الشرح والتفسير. أنا أقول هنا يطلع عليه يظهر عليكم هنا اكتبه هنا يطلع عليكم هنا. طيب فهمت بالمعنيين أو يعيدوكم في ملتكم ماتهم رجعهم أيوة فلحوا بلاد تفلحوا غلطانين فلح فلاح بالسريان العام الحقيقي حي فلاح العبادة فلح الصلاة. وكذلك أعثرنا عليهم أعثرنا عليهم يعني جعلوهم يعثروا عليهم يكتشفوهم. عندك مشكلة في السمع أبونا؟ لا لا مليح. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم
لنتخذن عليهم مسجدا. يتنازعون هنا كتب لأنه يحكم مع بعض، يتبادلون يعني واضح يتنازلون يتنازعون يعني يتجادلوا بين بعضهم. نعم. إذا تنازعوا بينهم نزعوا أمره. طيب هذولا بينهم طيب ما في مشكلة. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجبا بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. فيهم منهم سبت فيهم منهم أحدا. صحيح. إذن هو فلا كلمة كلب إحنا شفناها، هي مش كلب، هي كلعهم، كلعهم يعني حارسهم. أيوة بالضبط، إحنا شفناها هاي. يعني يكون واضح إنه إحنا يعني لم نغير، لأنه شوف في القراءة المختلفة جاءت كالئهم. أيوة كالئهم بالضبط، كالي قلنا كالي يعني الذي يوقفهم، الذي أيوة أيوة قلنا أيوة. هيك قلنا شرحنا شفنا أيوة بس إيه أيوة بس هذه لا تستفتي فيهم منهم، لمو منهم 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 فيهم منهم وتستفتي فيهم منهم أحدا. هنا أبونا أظن أنا وضعت ملاحظة عليها هنا 260 بينهم تفسير اثنين العلامة الثانية. يا الله، ضمير فيهم أرجعوه لأصحاب الكهف، وضمير منهم أرجعوه لليهود. تفسير الجلالين، لاحظ إضافة حرف الواو في ثلاثة رابعة، ورابعهم قلبهم، خامسة سادسهم قلبهم، سبعة وثامنهم قلبهم، خمسة سادسهم يعني هنا خمسة سادسهم قلبهم ورجعهم قلبهم، سبعة وثامنهم بدل ما قالش وسادسهم قلبهم. شايف علي يا أبونا؟ ما قالش ورابعهم، يعني هو أضاف الواو لما جعل ثمانية. وضح وضح الأمر كيف؟ نعم نعم واضح واضح هذا الأمر. يعني أنا مع ولا تستفتي فيهم منهم، هيك هيك التعليق. استعرف أنا أقراها منهم أحدا، يعني لا تستفتي يعني لا تستفتي عن عددهم منهم، لأنه ما يقدر يعرف كم هو عددهم. هذه جدا مهمة هذه. أيوة عددهم. أيوة. لا تستفيهم عددهم أحدا. يعني لا تسأل أحد عن عددهم. أيوة أيوة عفارم عليك عفارم عليك. من لهم من 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 منا 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 منهم 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 منا من يانا يعني عدد منهم شفناها هذه شفناها أي أي عددهم منهم سريانيا. أيوة 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 عفارم هاي حلوة. لأنه هي فعلا ما مش واضحة، ولا تستفتي فيهم منهم أحد منهم عددهم استفتي فيهم أحد عددهم أحدا. أيوة ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا لشيء شيء أمر يعني واضح إلا أن تقول إلا أن يشاء الله.
يعني هي ناقصة ناقصة إلا أن يشاء الله. وضح الأمر؟ إلا أن تقول أن يشاء الله هو. شوف، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. شوف كيف كتبت لشيء بالعثماني. إيه إيه إيه. لشيء. بالضبط كمان واحدة يقرأها لسان بالكوفي. آه لا لا أيوة لشيء أيوة عفان لشيء إني فاعل إني شو هاي فيها مشكلة هاي الفارة مش عارف فعل ذلك غدا. طيب أنا حسكر في عندي برنامج آخر مفتوح فأنا بدي أسكره. المعذرة أنا تركته مفتوح علشان كنت محتاجه فعلا لكن الآن أنا حسكره. أنه هذا البرنامج الآخر المفتوح. يوه 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 أيوه البرنامج الآخر اللي أنا كنت حاب أسكره. فهو كي يعمل في اسمه. أيوه أيوه فيرمي أيوه سكرته. يطلع أخف يطلع أخف. ولا تقول شيء إني فاعل ذلك غدا يعني أهو إلا أن يشاء الله. إلا ممكن تفهم كذلك واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني رب رهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. فيها مشكلة هنا 62 في طيب يا طيب لأقرب من هذا رشدا يعني شو يعني رشدا لأقرب من هذا يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا أو لأكثر من هذا رشدا مش لأقرب. مشكلة لأقرب يعني لأخذ رشدا. أشوف إزاي هم مفهموها إزاي هم مفهموها يا رب. نشوف التفسير نشوف التفسير شو يقول هذا صاحبنا التفسير. هي الصورة 18 الآية 18 لأنه هنا المشكلة مع لأقرب من هذا. شو لأقرب من هذا 25 أنا كيف بعدين شوف إذا أنا ترجمت المنتخب 25 وين طيب وإيش هذا أيوة أيوة عسى أن يوفقني ربي إلى أمر خير مما عزمت عليه وأرشد منه. أمر خير مما يا ربي لأقرب من هذا رشدا. على كل هيك فوبيا خلي هيك الله بعيد. ولبثوا في كهفهم 300 سنين سنين وازدادوا 9. شوف بدل ما يكون 309 وازدادوا 9 فيعني ليه 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 هذا الجمع 9 ايه بالتلبيس عطفا بين 309 سنين 307 وكثرة شبان نياما في 309 وتسعة سنين. ليش ازدادوا 9 ليش استعملوا ازدادوا 9 وتسعة مات سنة 309 وتسعة مش محتاجين لازدادوا. ايه
سرير وازدادوا 9. أبونا هنا بيقول لك إنه سنين هذا جمع سرياني. إيه سنين إيه صح، بس يستعمل بالعربي سنوات أو سنين. سنين أيوة مو إيه. هو طبعا سرياني سنين. أيوة أكتب استعمال الصيغة السريانية حلوة. أيوة صيغة سريانية أيوة. ما نفس الشيء أبونا أوقات يقول الأنبياء يقول أوقات النبيين. نعم نعم إيه. بس النبيين هذا أظن جمع سرياني مش هيك؟ لا ذا العبري عبري هو عبري كتوفيم نبيين يعني عبري. أيوة. أيوة. أما سرياني لا نوية إيه سر آت سر إيه. أوكي قل الله أعلم بما لبسوا له غيب السماوات والأرض أبصر به واسمع وما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. هو يكون لا ما احنا مش هندخل أبصر به واسمع. أبصر واسمع مش ضرورة أبصر به واسمع أو أبصره واسمعه نعم أبصر به يعني فكر به أو دحق به أو شو يسمى في كلمة أخرى في كلمة بهالمعنى بس تأخذ بي عربية يعني شو يسم شو يقولون هم يقولوا اسمعوا وعوا لا على أبصر يعني باوع به وبل إحنا بالعراق نقول باوع به أبصر به واسمع أبصر به واسمع هذه فهمت أبونا فما أعظم بصره في كل موجود وما أعظم سمعه لكل مسموع. من وين جاب الحكي هذا؟ أوكي الله يا مشكلة يثوله غيب واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. مكان آخر أو ميلا ملتحدة هلأ شوف شو أنا ذكرت هنا ملتحدة ملجأ وملاذ أيوة فهمت بس كيف لماذا ملتجأ لماذا ملجأ وملاذ لحد لا تعني ملاذ دونه ملتجأ إيه لا هي هاي أنت تقول هاي لحد يعني خرج عن خروج أيوة تمام لحد مال عن الهدف أيوة مال عن الجماعة أيوة. بس ملتحدة هنا هي مشكلة أنا عندي من دون ملتحدة لماذا ملتحدة اعتبرت ملجأ لماذا هنا أنا المشكلة تاعتي هل عندك في السرياني كلمة تساعدنا نفك هذا اللغز لأنه هنا جت أبونا بهذه الصيغة مرتين لا مبدل كلمات ولا تجد من دونه ملتحدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا يعني مرتين كلمة ملتحد يعني ملتجأ أو ملجأ من دون الله يعني من دون ربك ملتحدا أوكي
بس هي غريبة لأنه ملتحد لا تعني أبونا ملجأ. هو يقول صارت ملجأ ريد ما ريد. التحد طيب أنا حكتبها ححط ثلاث علامات استفهام عشان أرجع لها. يعني كيف صارت ملجأ ملتجأ وقد ذكرها كيف صارت. طيب واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ولا تعد عيناك عنهم. هنا فهمت تعد يعني تميل هو فهمه هنا تعد عيناك هنا شوف هنا عيناك تعد عيناك عينيك وحسب اللهجة صارت عيناك وليس حسب الإعراب ولا تعد عيناك شفت تعد عينيك تعد عينيك مش عيناك هذا خطأ بس الظاهر يعني عن العينين لا تعدوا. أها. لا تميل عيناك لا تميل. أيوه. تعدوا يعني طيب ليس حسب عيناك لا تميل لا تميل. أيوه. ربما فاعل. عيناك هو. تعدو هو عينك هنا بتكون صحيحة ما في مشكلة نعم زيادة الحياة تطيع ولا تطع من أغفلنا هو فهم بأعمينا قلبه أغفلنا. لماذا صارت أعمينا أغفلنا أغفلنا قلبه عن ذكرنا أغفل يعني خلينا إنه يغفل عن ذكر يغفل الله. ينسى ما فيش أعمينا هل أبونا بالسرياني عندك فعل أغفلنا بمعنى أعمى ما أظن بس أشوف لك هو إذا في شيء لا ما في شيء يغفل اسمه. أوكي. حلو جدا. هل أبونا هنا عندنا فعل الكلام وكان أمره فرطا ماذا تعني فرطا؟ هل أنا عندي أنا ذكرت شو معناها حسب القواميس العربية فرطا مضيعا يعني بفرط في أمره كان عمره فرطا يعني مفرط فيه أيوة الشيخ أيوة فرطا اسم مفعول سرعة مفرط من أي فراط أي نهار ليس له أساس هو هيك شوف كيف كتبها فرطة اسم مفعول سريع يعني مفرط من فرط أي فراطة أي انهار ليس له أساس
نقول انفرط العقد مش هيك انفرط ايوه انفرط على كل فتق شق مزق فرط نثر 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 العقد فرط العقد ايوه فرط فرط اقرا ايضا بس يعني فرط يعني فرط او نثر وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يا ريت بتطبق الحق هذا. بس نعم هذا نعم أبونا 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 بس شوف النون يعني منسوخة. إيه هم ناسخيها يعني هم يعني الفقهاء اعتبرها منسوخة هذه. الفقهاء الأولين يعني إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها سرادقها. شوف سرادقها كيف تكتب أبونا سرادقها. نكمل الآية نقراها. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل هذا يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. سرادق هنا أبونا فهمت سرادق مش سرادق حتى سرادق خيمة. أيوة ما خصنا بالسرادق إحنا بس المهل إحنا شفناها المهل المهلي 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 إحنا شفناها. أبونا هنا فهمت يفهم سرادقها نارا أحاط بهم سرادقها. يعني شوف برباية من سواس لها إيراني أي النار تحيط بهم كالستار. نعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. يعني هو يقول لك إنه النار أحاطت بهم كالخيمة الخيمة أيوة كل أيوة هيك فهمت. أيوة على كل وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهلي. المهلي إحنا شفناها نشوف هنا إذا صاحبنا عمل عليها ملاحظة. يغاثوا يستعينوا مهلي بماء كالمهلي. هو قال لك ما له غير مفيد ممكن من محيل السريع يعني ضعيف. لا مهلي إحنا شفناها كلمة المهلي. نعم بس ما أتذكر شوف كانت هي يعني على كل نرجع لها بعدين. يشوي الوجوه يشوي هو فهم أبونا يشوي الوجوه يعني يقول يشوه الوجوه. لماذا يشوي صارت يشوه يشوي يعني يحرق مش هيك؟ نعم الشيء ليه صارت انه ليش هاي ليش ابونا هو اعتبر انه 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 يشوه مش يشوي لانه يعني كيف الماء المهل يشوي حار هو مع المهل معلوم هو هنا هو في الخمر والمهل في الزيت المهل يعني المهل يعني احنا حابب تشوف الكلمه ايوه لانه ما لو ما نفهمها ايوه ولا ما نفهمها صحيح صحيح في المهل. طيب احنا ناخذ الملاحظه نذكر وين وصلنا. نفس نوت المهل
أو نشوفها في أيوة مهل قبره مهل لأن هذا حيكل جلد لنا 50,000 آية. أشوف لك شيء، شوف لك المهل مهلة ميم مهلة أيوة ميم نو مهلة مهلة نون كاف لام ميم نون ها مهلة مهل هنا هنا كالمهل يغلي في البطون المهل يغلي هنا قرأت كالمهل كالمهل يهدي يغلي في البطون شوف كال يغلي يغلي كالمهل يغلي في البطون أيوة هنا شوفها كالمهل لا لا أنا كتبت غلط أنا كتبت غلط كالمهل كالمهل أيوة أنا كالمهل يغلي أيوة هنا المهل السائل المعدني الغليظ الشديد الحرارة يغلي في البطون شوف أيوة شوف بالسريانية مها أيوة مها مها يعني غلا بقبقة يعني بقبق السائل لمن يبقبق يغلي هاي حلوة أيوة هاي حلوة هاي حلوة هاي حلوة احنا شفناها كمان في مكان آخر كالمهل طيب اعطيني الفعل أبونا الفعل هو مها مها ثانيا مها ميم ها ألف أيوة مها. مع السكون على الميم نعم السكون على الميم يعني غلا فار بقبقة غلا بقبقة مها غلا غين غين غلا غلا طيب منيح شوف حتى هنا جات يغلي هو يغلي 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 في البطون كالمهلي يغلي في البطون يعني هي نفس المعنى كالمهلي كالمهلي يعني شيء يغلي هنا يعني شيء يغلي الشيء كابونا نعم بهذا المعنى بالضبط المهلي سائل يغلي السائل يغلي فهلا هلا هنا هنا كالمهل بما ان كال في الهنا بصنطي ميرسي طيب ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لنضيع اجر من احسن عملا نقول هو قال مش نضيع هو فهم بالمعنى طاع يعني اي انكر لهم اجرهم بس بالعربي واضح ضيع اجره ضيع اجره ليش نقول يعني ننكر لهم اجره هو ضيع ضاع اولئك لهم جنات عدن عدن تجري من تحتها الانهار يحلون فيها يحلون فيها من اساور يحلون فيها من اساور من ذهب هذه ما تشيل هل شو اسمه هذه أفارم ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرك متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت شهاد حسنت مرتفقا طيب
هلا أساور، أساور واضحة، أساور يلبس ثيابا خضرا من سندس. كيف فهمت سندس؟ على كلها مشاكل سندس ملأ. هي هاي الأحجار الكريمة، سندس واستبرق. لا بجوز، بس ما بعرف يعني بالتمام ازاي فهموها، اشوف ازاي هم فهموها. أيوة. سندس فهمت ابونا بالحرير الرقيق. ايوه هنا ابونا فهمت. اذا 49 هنا كل دقيق الديباج والهمس وهو الحرير المنسوج، استبرق حرير غليظ. المعذره المعذره ابونا. ايوه المعذره. وي هلو. واستبرك متكئين فيها على الأرائك. واستبرك ثلاثة، استبرك حرير غليظ. اوكي متكئين فيها على الأرائك. الأرائك جمع عريك يعني سرير عندهم. نعم نعم الثواب وحسنت مرتفقا. أظن هي لازم تكون فارسية هذه الكلمة، أرائك. أريكة أريكة يجوز. أريكة استعمل، أريكة تستعمل. إيه. مرتفق يعني شنو؟ مرافق. إيه هنا صح، هنا مرافق أبونا مرتفقا، الصاحب كل ما حرص عليه الإنسان للانتفاع به. مرتفقا يعني رفيقا. أيوة رفيق. مرتفقا غريب شيء هذا يرافق، الصياغة، شيء غريب هذا الصياغة. يرافقك. مرتفقا مرتفقا. الأرائك هو أبونا فهمك كلمة سريانية، أريخة طويل يعني. أريخة الطويل المبسوط الممدود من السري. ولكن التاريخ من يرحى الشهر. شو استفدنا؟ لا تعطي ثواب وحسنت ايوه مرتفقا سريانيا، اخذ مقابل الشيء اي ثواب. لا حسنت الجنه مرتفقا مقابل الشيء اي ثواب. هنا فهم، اذا هو فهم وغير شيء ابونا. وحسنت مرتفقا اذا هنا فهمت غير معنى، مش الكلام اللي يعني ذكرته. يعني حسن ثوابه. أيوة بهذا المعنى مرتفق. أنا هشوف هنا إزاي هم فهموها مرتفقا مرتفقا. كلمات القرآن مرتفقا مرتفقا. هاي مرتفقا جاءت مرتين بهذا الشكل أبونا، بئس الشراب وساءت مرتفقا، نعم الثواب وحسنت مرتفقا. هي نفسها في سورة الكهف مرتفقا، يعني هاي المرتفق هنا مجلسا أو متكئا أو مقرا مرتفقا، وأصل ارتفاق الجلوس والاتكاء على المرفق. مرفق مرتفقا ادفع به، هذا غير صحيح الكلام اللي أنا كتبته. هنا مرتفقا، هنا 29 مرتفقا، متكئا أو مقرا. متكئا أنا حغيرها هنا، إذن هنا أنا حكتبها هنا متكئا، حط أحمر لأن هذا لازم أغير في الكتاب. أو مقر هو موجود هنا أستاذ سامي من الرفاق، يعني رافق ارتفق أيضا، ارتفق يعني رافق اقترن.
ايوه 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 فهو مثل ما قلنا انه شيء اللي رفيق يعني الشيء اللي يرافق الانسان. أيوة بس هو هو المكان هي مكان هي المشكله انها هي مكان مكان المكان هنا المشكله، لانه هي يقول شوف الجمله تقول شو قلت لك في على الاكل نعم الثواب ايوه وحسنت مرتفقا يعني متكئا، هنا فهمت او مقرا، لكن ولكن ممكن تعني انه هو مقعد لحاله هيك رفق رفق عنده رفاق. ايوه ايوه انا بدي ابقى على المعنى الاول واضيف المعنى الثاني. هعمل علامات استفهام عشان اتحقق من الامر. نكمل. واضرب له مثل اضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. واضرب لهما مثلا، هنا رجع مشكلة واضرب. طيب نتركها لأنه هاي يظهر عليها فيها مشاكل. وحففناها، هو يكره عفقة مش عففة. عففناها وعققناها بسبب الحاء والعين بالكوفي السرياني عفقناها عفقناهم أي حطة أي ضم بين ذراعيه. أيوة هنا سبعين أحطناهم حففناهما أي عفاق عفاق يعني حضنا احتفى به احنا نقول يعني طيب. والملائكة اليوم تستعمل الحف يحفوا يحفافة هاي يحفون الوجه وما عارف ايش والهذي النساء خاصة. ايوه صح. وحففناهما هو تعني هنا محاطة بس أيوة. احط هو عايز يكره ابونا وعفقناهما سبب بالعين هاي عفقناهما اي مقلوبه عن عقفه سيجناهما اي داير ما يدور داير مندار احاط اي حاطه ممكن حققناهما يعني هو عايز يغير كل الكلمة. وحففناهما وعفقناهما ما هي عربي كتبت عربي مش ممكن لأنه إذا تحط عفقة مش مفهوم عربيا. أيوة عفقة غير موجودة في العفقة. حففناهما هل فعل عفقة موجود بالسرية بالعربي؟ لا لا بالعربي ما في سريان عفاق يعني احنا نجيب الكلمه كلمه مفهومه نبدلها بكلمه غير مفهومه بتصير شو بتصير عويصه المشكله بتصير حفة يحف بس العربي حفة شو معنى حفة هو حفة يعني احاط ابونا حفة ايوه جميل هيك هذا أنا أشوف لك إياها من وين فعل حففة. طب أشوف لك إذا القرآن استعمل فعل حففة أصلا. حففة أبونا حففة أيوه حففة هو أبونا حففة ترى الملائكة تحافين من حول العرش
يعني محيطين بالعرش. أها، وعففناهم. عفقة، عفقة هاي مش موجودة لا لا لا، ما زال حفافة هي أحطنا هذا، ونفس الشيء يعني هو يريد يصل إلى أنه يعني محاط حاطة، فنفس الشيء إذا حفافة هي حاطة انتهت المشكلة. كلتا الجنتين أتت أكلها، أكلها 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 يعني معذرة أثمارها. أيوة ثمارها. ليش ثمارها أبونا؟ كلتا الجنتين أتت أكلها يعني محاصيلها، يعني يعني ما يعني محصولها، محصول أكلها. بس احنا لا نستعمل أكلها بمعنى محصول بالعربي أبونا. أنا سؤالي، هل كلمة سريانية هي أكل بمعنى لا آخل آكل يأكل يعني يأكل سرياني، أما مخلة هي الـ 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 الطعام يعني الطعام الأكل الأكل. طيب نكمل. أخلى أكل، بس هو بالعربي معروفة وكل يعني محصول ثمر. زين هلا هو باقي الجنة الأخرى رجلين، يقول رجلين واحد منهم هيك. أيوة يعني شوف الآخر شنو هو. أيوة أيوة نشوف بعدين وتكمل. ولم تظلم منه شيئا. شوف تظلم منه شيئا، كيف تظلم منه شيئا؟ هنا تفسير تظلم يعني تنقص. اوكي. فجرنا خلالهما نهرا. بس هذا مش واضح ابونا برضو. ولم تظلم منه شيئا. لا تظلم لا تعني انها ابونا تنقص. ظلم لا يعني انقص. لا تظلم منه شيئا. لا هل الفعل ظلم عندكم يعني تعني أنقص؟ لا طلم هي ظلم نفس الشيء نفس المعنى طلم. شوف أنا شو كتبت. نعم. استعمال كلمة تظلم خطأ في غير مكانها. شفت علي؟ أنا أيوة. اعتبرتها خطأ الكلمة هاي. أيوة. أيوة ممكن تجي بمعنى بالسرياني طلام تجي بمعنى خطف وسلب. هاي أزبط. أيه. هاي أزبط. أيه. يعني لم تخطف أو تسلب منه شيئا. أيوة أعطيني أبونا الفعل. الفعل هو طلم طا لام ميم. طا سكون. نعم. لام ميم. سر. يعني. يعني. عدا ظلم غشمه هو أيضا سلب خطف. وفهم هو تحرم تح لم تحرم أيضا تحرم يعني. نعم تحرم منه تظلم يعني نفس المشكلة مرادس. تحرم منه شيء مش تحرم بالكسرة حرم. أيوة وفجرنا خلالهما نهرا. شوف إزاي الوسخ فجرنا. ليش التفجير بالأنهار؟ وكان له لأحدهما يعني وكان له ثمرا. هذا كان عنده ثمر. فقال لصاحبي وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وعز نفرا. إيه لأنه كل هالأشياء صار له. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا.
يعني مش هتخرب هاي كلها. أيوة أيوة أيوة. وما أظن الساعة قائمة. هاي تذكرنا شو اسمه بمثال المسيح بيقول كلي واشربي وتنعمي. أيوة وظالم نفسي قال ما أرى أن تبود طبعا كلنا هي هنا في جنة. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هو فهم بالمنقلب هنا بمعنى مقابلا بالمقابل منقلب. بس كيف يعني منقلب صارت بدلا عنها بدلا لا بس برضو ما ليش معنى أبونا منقلب مصير لأجل خيرا منها مصيره. وأي منقلب ينقلبون صح؟ أيوة منقلبا أيوة مصير أيوة لأجدنا خيرا منها منقلبا لأنها مش بالمقابل قابل مش قلبة هو قلب الفعل ليه راح قلب للفعل. أيوة يلا على كل هاي المحذف أوقات الملاحظات تضعنا في مشكلة. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. لكن هو هذه الآية ناقصة. لكن هو الله ربي ولا أشرك به أحدا. ما عندنا مشكلة هنا مشكلة هنا 76 شوف هنا أبونا يقول هنا لكن هنا يقول أبونا حيرت هذه الكلمة المفسرين. لازم أحطها بالأحمر أبونا هاي أشوف لك لكن هو الله ربي. هنا أبونا لكن لأنه جاء عليها عدة قراءات. أيوة كما يبان من القراءات ومنهم مرة في نقصا نصا ناقصا لكن أنا أقول هو الله ربي وتفسر المتخذ أكمل لكن أقول إن الذي خلقني وخلق هذا العالم كله هو الله ربي وأنا أعبده وحده ولا أشرك معه أحدا. ولكن ربي طيب ولكن هو أيوة ولكن هو أفضل شيء. لكن أنا أقول الحال لكن أنا فيها مشكلة. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ترني هنا ترني إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. إن ترني يعني تراني بمعنى تراني أيوة مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني أيوة فعلا معذرة يؤتيني يعني واحد لازم يلاحظ كل حرف شو عليه حركة نعم وخاصة أنه الياء ما في فلذلك
يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. صعيدا رجعنا على صعيدا حسبانا حسبانا. أيوة هذه مشكلة. عزبانا يمكن يكون عزبانا عزبة يعني حشيش. لا عزبانا من... لا بس من السماء كيف يجي حشيش من العسل؟ لا لا عشان أي مطر قوي عصار هو. كل شيء عند العجوز يجوز ما تقول. وش على حسبانا؟ فهم علي كلمة حسبانا إذا أنا فيها مشكلة. شوف هو فهمت بمعنى بلاء محسوبا مقدرا حسبانا يعني حسب حسبانا. بس ليش هو فهم عشيانا أي مطر قوي أو إعصار؟ لأن شوف هنا بالسرياني بالكوفي الحاو العين عش اها ينزل عليها عشيان عشان قوي يعني شديد عشان. فهل هي عشان عليه حسبانا؟ كيف يعني حسبانا؟ ليه صارت هيك؟ حسبانا بلاء محسوبا مقدرا. هو فهم مطر قوي إعصار. هل هذه الكلمة عشينا يعني شديد عشان عشانا عظم كبر اعتز قوى اشتد. هل تعني مطر كثر زاد. لا عشن عزيز قوي شديد ظفير وفير. عشينا شديد قوي عزيز قاهر منيع حصين عظيم كبير وافر عسير غير مستطاع. عشينوث شدة عشنا قوة عشب. لا ايه هو ايضار يعني مطرا عشينا يعني من السماء جاء مطر شديد. ايوه عليها حسبانا يعني ارسل عليها حسبانا يعني مش واضح مش مطر واضح. شديد ما في من وين اذا السرياني ما تعني مطر كيف نسوي يعني؟ عشينا تعني شديد عشانا ويرسى عليها شديد من السماء. أيوة يرسى عليها شديدا من السماء. شو يسمى السماء شديد يعني مطر. يعني هاي معادلة جبرية صارت. خليها جبر الخواطر على راسيو تشينيو نعمل هيك فنقول إذا شو كان. طيب فتصبح صعيدا. شوف صعيدا صلدا اسم مفعول سرياني على وزن فعل وهنا على وزن فعيل يعني أرض جرداء مظلطة جردا يكفي مظلطة. طيب منيح جردا أي زلقا. شو زلقا؟ أي ليس فيها نبات. سريانيا مؤنث اسم مفعول يعني يلمع مضيء سطع من كثرة ما هي جرداء صارت تلمع بسبب المطر. شو هاي؟ بس عكس هي أستاذ المعنى معنى الآية. أيوة هيك معنى الآية هذا ده يقول عسى ربي يؤتيني خيرا جنتك. أيوة 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 يرسل عليها حسبانيا يرسل عليها مطر كثير من السماء فتصبح صعيدا زلقا يعني تصبح شيء يعني وهاج يعني مني يكون بها شيء كثير يعني وفير. أيوة حسبانا يعني عكس جرداء لازم تكون مو جرداء إنما شو يسموه وفيرة يعني
معشبة كثير، عشب فيها عشب نبات. أيوة أيوة عكس. أيوة صحيح الآية فعلا هاي بلاش معنى، لأنه عسى ربي أن يؤتيني، يعني هو دا يتمنى أن يعطيني خير من جنتك، هذا اللغز يقول، يقول جنتك أيوة أنت هين، لكن أنا عسى أرجو ربي أن يعطيني أحسن منك. أيوة 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 أحسن منه أخوه ما يعطي أرض جرداء، هو يطلب أرض جرداء. صحيح. صحيح صحيح صحيح، يعني هو هلا حنشوف لك شو يقول أبونا. أربعين. فلعل ربي يعطيني خيرا من جنتك في الدنيا أو الآخرة، ويرسل عليها، يعني على جنتك أنت عليها مو جنته هو، ويرسل على جنتك هاي تمام هسه اسمك صواعق السماء فتصير ارضا ملساء لا ينبت فيها شيء ولا يثبت عليها قدم. زلك يعني صحلك. ويرسل عليها شو عليها شو خيرا من جنتك، ويرسل عليها يعني جنتك. شوف التركيب الخطأ. ايه شفت شفت شو غريب، يعني الصياغة شلون تعبير، شلون تعبير يعني احنا فهمناها غلط. إيه. لهيك لان مركبة غلط. ايه لانه نحن رحنا على الراوي هو. ايوه ويرسل عليها اي جنة الاخر جنة جنة احسن منك، وان يرسل على جنتك حزبانا او خيرا من جنك، ويرسل عليها على هذه على جنتك، بس ما حبش يكرر عليها على جنة. فعسى ربي أن يعطيني خيرا من جنتك، ويرسل على جنتك حزبانا. هنا المشكلة حيكرر، فهو اختصرها. أيوة هي هاي هي هاي نعم. مش هيك أظن هو. لم يستعمل اختصر. اختصر. أيوة. اختصر. أيوة. هذا هو. زل كان أبونا فهمت أملس تزل فيه القدم. طيب. أو يصبح ماؤها غورا. فلن تستطيع له طلبا. غورا أبونا فهمت بمعنى ذاهبا في الأرض لأسفل، وخطأ ذا غور مش غورا، وقسم عن شمال أفاض ذاهبا في الأرض إلى أسفل غورا، ماءها غورا أو يصبح ماءها غورا، يعني غورا يعني عم عم عمقا كبيرا عميق كبير. الماء ما بصير غور هو او طيب على كل هذا الموجود. واحيط بثمره واحيط بثمره هو كرهها واحبط بثمره وكرهها واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. هل هنا على عروشها يعني دعائمها فهمت؟ عرايش العرايش. نعم وهي خاوية على عروشها. ويقول طيب. تستعمل هالجملة خاوية على عروشها تستعمل عندكم؟ يستعمل بالفصيح يعني كثير هالعبارة خاوية على عروش تركها خاوية على عروشها ترك قاريها كثير. عمري ما سمعت أبونا أنا. لا خاوية على عروشها. ويقول يا تمنى يا ليتني بالعربي تمني بينما السرياني نفي وهي نفسها بالعربي ليس. طب ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا.
فيها مجموعة في اللعانات هذه لعانات فيها فرقة يعني في سريانيا فرقة مجموعة فريق فيه معروف فئة بالعربي فئة أيوة ينصرونه واضح ينصرونه مو ضرورة ينقذونه واضح لا ينصرونه واضح ينصروه احنا لازم نتوقف احنا بس يعني. لازم نشوف وين الفاصل ابونا يجوز آية أخيرة نعم أيوة هنالك الولاية لله الولاية لله الحق وخير هو خير ثوابا وخير عقبا وخير ثواب ثوابا وخير خير عقبا عقبا هلا ايه 62 عقبا عاقب الذي ياتي بعد يعني الاجر وخير هذه سرياني عقب شو يعني عقبه يعني لاحق الذي يلحق الذي يعقب عقبا وخير عقبا طيب وليش سمي يعقوب يعني لانه عقب اخوه ايوه عقبا عقبا خليها ويعني هي فهمت مفهوم أيوة. عقبا يعني عاقب النتيجة عاقب ايوه عاقب كتبت عاقب عقبا طيب احنا نوقف هنا ابونا اقطع المشاركة اذا عرفت اقطع المشاركة فعلا اشكر المشاهدين ارجوكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس حتى تصلكم الاشرطة القادمة سنكمل في الحلقة القادمة سورة الكهف